السلام عليكم اخوتي اخواتاتي اللي منضمين لقناه عائله نصائح حليمه. هنا جيتكم بواحد الوصفه اللي هي غادي تحبس لكم تساقط الشعر، غادي تعطيكم الكثافه، وغادي تعالج لكم الفور ديال الراس مع المواد الكيماويه اللي حنا كنعملوا للشعر ديالنا. يعني هنايا غادي نداويو البصيلات، غادي نداويو الفور ديال الراس، وفي نفس الوقت ملي غادي نداويو الفوره ديال الراس غادا تعطينا الشعر، وغادي تحبس لينا تساقط الشعر، وغادي تعطينا الكثافه في نفس الوقت. غادي نقول لكم شنو اللي هو كنحتاجو ليه في هاد الوصفه اللي هي يا تيقوبيا الا داومتو عليها راها وصفه سحريه بالنسبه ليا انا لتساقط الشعر. هنا خوتي خواتاتي كيف كتشوفوا عندي الغومغا اللي هو طري، يعني ماشي داك الغومغا اللي هو يابس، الغومغا طري، كليل جبل، روز مارينو. هنا خوتي خواتاتي عندي شويه الحرمل، هنا عندي قرنفل، وهنا عندي باديانا دوك النجيمات يعني باش تعرفوهم. وهنا عندي نص كاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون، عينكم ميزانكم. غادي نحتاجو لواحد القريعه اللي هي تكون يعني نقيه، وغادي نحتاجو لواحد الكاسرونه اللي حنا غنعملو فيها الماء يطيب، وغادي ندوزو على بركه الله المقادير كيفاش غادي نعملو. الوغ هنا خوتي خواتاتي كيف قلت لكم هنا عندي لو غومارين، روز مارينو، كليل الجبل، ولا اليازير. هنا عندي القرنفل، عندي باديانا هذوك النجيمات، وعندي الحرمل. خوتي خواتاتي غادي نعملوهم هنايا. غادي نزيدو عليهم كاس ديال زيت الزيتون، يعني نص كاس ديال العنبه. خوتي خواتاتي غادي ناخدو خوتي خواتاتي واحد الاناء، الماء سخون خوتي خواتاتي، غادي نقصو البوطة، وغادي نعملو يعني هاد الجبيبينية غادي نعملوها في هاد الحمام مايم ولا الباماغي. راكم كتشوفوا فيها بدات كتغلي، كيف تغلى لينا التوابل ديالنا يتلقوا في بعضياتهم، نعملوهم في قريعه، وغادي نقول لكم اشنو تعملوا من بعد ان شاء الله. احنا متابعين. خوتي خواتاتي الزيت ماشي تسخن بزاف، غير دفالينا الزيت، يعني الزويته غير دفالينا. ما تخليوش الزيت تحرق، وما تخليوهاش تسخن بزاف، يعني غادي غير دفا. هانتوما كتشوفوها البخار كيطلع ديال الماء، على ود غادي يكون عندها الوقت ديالها الزويته ملي غادا تدفى، وغادي نعملوها في واحد القنينه. غادي نخليوها واحد سيمانه اللي هاد التوابل اللي في هاد الزيت اللي غادي تكون غير دافيه غادي يتلقوا مع بعضياتهم في داك الاسبوع،
ومن بعد خوتي خواتاتي غادي نقول لكم اشنو تعملوا يعني كيفاش تعملوها في الفوره ديال الطراس ديالكم. عجيبه عجيبه هاد الوصفه ديال قليل الجبل، باديانه، دوك النجيمات، شويه ديال الحامل وشويه ديال القرنفل وكليل الجبل ولا اليازير ولا الغمره، يكون طري يعني ما يكونش يابس على ود حنا محتاجين لديك الزويته ديالته. فوالا خوتي خواتاتي هنايا كنظن الزويته ديالتنا سخنات، الزويته ديالتنا سخنات خوتي خواتاتي. اشنو غادي نعمل دابا؟ غادي نطفي البوطه، غادي نطفي البوطه، غادي نحيد هاد الزويته، غادي نعملها هنايا. خوتي خواتاتي غادي نحتاجوا لواحد القريعه اللي هي عامله هكذا، هانتوما خوتي خواتاتي كان عندي فيها الزيت والكحل غسلها ومعقماها، يعني هاد القريعه ديالت الزيت، هاد القريعه ديالت الزيت خوتي خواتاتي غادي نحطها حدايا، وغادي نحاول الاولى الحاجه الاولى اللي نعملو وهو ناخذ كليل الجبل نعملوه في القرعه هو الاول، يعني اللي طلع لكم. الوغ خوتي خواتاتي دابا غادي نهز الزليفة، وعندكم عندكم خوتي خواتاتي عندكم تحرقوا يديكم، غادي نخويو هاد الزويته هنايا. ما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش خوتي خواتاتي الا كانت شي حاجه باقا، فوالا ها حنايا غادي نقبطوا هاد القريعه خوتي خواتاتي كتشوفوا فيها، غادي نقبطوا هاد القريعه وغادي نسدو على هاد كليل الجبل اللي هو يا زويته زويته سخنات يعني بالمعقول، غادي نسدو عليها. بالنسبه لكم نتوما شحال ديال الناس في البيت؟ بالنسبه ليا انايا غادي نزيد نص كاس ديال، غادي نزيد نفس المقدار ديال يعني هاد الكويس الصغير اللي هو جوج كيساويو كاس ديال العنبه، غادي نزيدو هنايا ولكن حتى غادي نسخنو على ود هاد المقدار اللي عملت ما كافينيش. بالنسبه لكم خوتي خواتاتي هاد القريعه تبقى مسدوده هكذا سخونه، تبقى مسدوده، وملي تبغوا يعني الشعر ديالكم تغسلوه يعني نهار قبل تدهنوا الفوره ديال الطراس، يعني كيف كنقولوا ما تدهنوش الشعر ديالكم، غادي تمشيو للفوره ديال الطراس ديالكم وغادي يعني بصباعكم تعمروها بالزيت ودوزوا عليها بالزيت كلها
قبل ما تغسلي بنهار وليله، يعني تضلي بها وتباتي بها. ولا دومتي على هذه الوصفه اختي العزيزه غادي تفكريني، وصفه عجيبه، وصفه سحريه اللي كنقول لكم انا هذه هي الوصفه ديالتي اللي كنعتمد عليها. يعني ملي كنلقى اليازير طري يعني ماشي كارم، على ودي لكان مشات منه ديك الزيوت اللي حنا كنحتاجوها. كنتمنى هاد لا فيديو تعملوا ليها لو بارطاج لاجاليا وليكم على ود خوتي خواتاتي المشكل ديال الشعر وديال السنان وديال البشره، يعني راه الى لقينا باش نداويوه. وعملتوا لو بارطاج وخليتوا ليا تعليق وعملتوا لايك كيف قلت لكم الاجر ليا وليكم. كنقول لكم احبكم في الله والسلام عليكم.